مصرية أيقونة وعظيمة ودايماً بنفتخر بيها. عارفين مين صاحبة الصورة دي؟ دي فنانة معجونة بالموهبة والجمال والذكاء، لقبت في السينما بملكة الإغراء مارلين مونرو الشرق، بس في الحقيقة هي تستحق إنها تكون سيدة زمن الفن الجميل، لأنها كانت فنانة شاملة أدت كل الأدوار وكل الشخصيات بموهبة كبيرة جدا. هي نريمان حسين مراد الشهيرة بهند رستم. هند رستم فتاة من اسكندرية من مواليد 12 نوفمبر عام 1931 بحي محرم، والدها من أصل تركي ووالدتها مصرية. درست بمدرسة راهبات، بعدها جت للقاهرة في عام 1946. هند رستم بتقول في تصريحات صحفية ليها إن بالرغم من انفصال والدها عن والدتها إلا إنها عاشت طفولة طبيعية جداً وبدون أي مشاكل، وإنها في مدرسة الراهبات اتعلمت الالتزام واحترام الكبير، وبالرغم إنها بقت ممثلة شهيرة إلا إنها ورا الكاميرا كانت شخصية تانية خالص، كانت خجولة وهادية وبيتوتية وبتحب تعيش في سلام. دخولها عالم الفن والتمثيل كان بالصدفة، رايحة مكتب إنتاج مع واحدة صاحبتها اللي بتمثل علشان تعمل اختبارات الكاميرا لفيلم أزهار وأشواك، وده كان في سنة 1947. بس عين المخرج الكبير حلمي رفلة لقطت هند رستم وقال لها تعالي جربي ومثلي وهديكي دور صغير، وبالفعل وقفت قدام الكاميرا وكان أول أدوارها، ومن هنا بدأت الحكاية. حكاية فنانة قدرت تقدم مختلف الأدوار الفنية، أدت دور فتاة معتوها في مشهدين بس في فيلم الستات ما يعرفوش يكذبوا، وبيعت الكازوزة في دور هنومة في فيلم باب الحديد، واللي بيعتبر من محطاتها الفنية المهمة جدا، وتوحة في فيلم توحة، وشخصية طعمة في فيلم إسماعيل ياسين في مستشفى المجانين، وعزيزة في ابن حميدو، والراقصة والراهبة في شفيقة القبطية وفيلم الراهبة. بدايتها كانت صامتة، بس حضورها كان قوي جداً، شفناها لمدة دقيقتين بس في أغنية اتمختاري وتميل يا خيل في فيلم غزل البنات مع ليلى مراد وهي راكبة الحصان وراها، بس عرفت تسرق الكاميرا، ودي يمكن كانت من نقاط قوتها وأكيد كمان ذكائها. بسبب خناقة أعجب بيها المخرج حسن رضا لما وقفت هند رستم تتخانق علشان تاخد أجر 5 جنيه دورها الصغير في فيلم من الأفلام، ده طبعاً كان في بدايتها. من هنا بقى جت قصة الحب ثم الزواج وإنجاب بنتها الوحيدة بسنت، ولكن بعد كده بعد سنوات انفصل. بعدها بدأت نجومية هند رستم مع المخرج عاطف سالم في فيلم جريمة حب، بعدها اشتغلت مع المخرج حسن الإمام في فيلم الملاك الظالم وبنات النيل والجسد واعترافات زوجة وشفيقة القبطية. أما المخرج يوسف شاهين الشهير بجو قدمت معه أفلام مهمة في مسيرتها زي مثلاً فيلم باب الحديد وانت حبيبي وبابا أمين، ومن أفلامها المهمة برضو فيلم لا أنام، كلمة شرف، صراع في النيل، امرأة على الهامش. هند رستم كان ليها ألقاب كتيرة جداً سواء في السينما أو ما بين صحابها. رشدي أباظة مثلاً كان بيقول لها نونة المجنونة، وبنتها وأهلها بيقولوا لها هندة، وصفها الأديب عباس العقاد بملكة التعبير. هي كانت عنيدة جداً في شغلها لدرجة إن زمايلها كانوا بيطلقوا عليها عنيدة رستم. أما بالنسبة للقب ملكة الإغراء هي ما كانتش بتحبه، والحقيقة هو فعلاً ما نصفش موهبتها، عشان كده هنا بنقول إنها تستحق لقب سيدة زمن الفن الجميل. آخر أفلامها فيلم حياتي عذاب سنة 1979، بعدها قررت إن هي تعتزل وتتفرغ لزوجها الدكتور محمد فياض وبنتها بسنت ولحياتها الأسرية، ويكون لقبها المفضل حرم الدكتور محمد فياض. في 8 أغسطس سنة 2011 رحلت الفنانة القديرة هند رستم بعد سيرة ومسيرة دايماً نفتخر بها.